يمكنك التعرف على طريقة وكيفية حل المشكل بالتعليق على تطبيقكم شيئاً. قم بالتقديم على تطبيق شيئاً، بعدها سنقوم بالبحث هنا، سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا على تعليقات. وهنا سنقوم بإيجاد طلب الحديث في انتظار تقييم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.